للأسف كل أسف على الأجواء اللي تتمر فيها هذه الدورة، وفي الحقيقة هذا راجع تسأل يا سيد الرئيس، أنا الحق هذا راجع للتضارب ديال الأفكار اللي جا بها السيد الرئيس والمكتب ديالو. هذه الدورة كان من المفروض يكون فيها واحد جدول الأعمال واللي هو غني واللي في الحقيقة يعبر على المشاكل ديال المدينة. كانوا عروض اللي كانت خاصها تكون في الدورة حول الشرطة الإدارية والملك العام، حول تأهيل الشبكة الطرقية للمدينة، حول الإنارة العمومية، حول الملاعب القرى، حول السير والجولان، المحطة الطرقية، وضعية قطاع التعمير، وغادي ندوز له إن شاء الله مور هذه الكلمة، ووضعية استغلال الملك العمومي. هذه نقاط تتهم من قريب تتهم الساكنة المكنسية، وتم تهريبها للجان اللي تمات بواحد الشكل عشوائي، اللي تمات بشكل يمكن كاع خارج القانون. والدليل على ان هذه النقط مهربه هي المشاكل اللي تتخبط فيها الجماعه. وهنا غادي نبدا اذا سمحتوا لي بالعمليه ديال الزفت اللي تطرقوا لها الاخوان، واللي تمات بدون برمجه، واللي بين قوسين الكميه اللي تصرفات هي 2500 طن، مشات 950 طن فيما يسمى بالريع الزفتي، الريع ديال الزفت. وحدين لانهم اصدقاء، لانهم مقربين، زفتنا لهم باب ديورهم، ماشي حتى باب ديور المواطنين، باب ديورهم. هذه الاولى. الثانيه هو عنوان، هذه نسيتها، عنوان لهذه الدوره. وهنا عيطت من قلب لقيت جوج العناوين، يا اما ليكيداسيون توتال، الجماعه تعلن عن ليكيداسيون توتال، او لا العنوان الثاني هو الافلاس السياسي والاقتصادي لجماعه مكناس. جدول الاعمال الحاضر يبين ان الإخوة المسيرين غاديين في بيع مدينة مكناس بطريقة ذكية. ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية، أكبر عدد النقط اللي تنتداولوها هي الشراكات، هي دفع للقدام، هي أعطي للآخر. غدا من غدا أنا قلت لكم في الدورة اللي فاتت وغنعاودها، المستشارين اللي غايجيو في المونداج الجايه غادي يتلاو، كي قلت في الدوري ديال رمضان ما غيبقى عندهم ما يديروا. هذا الافلاس السياسي. الوغ هنا غادي ندوز للنقطه اللي هي مشكله، ونبغيكم تسمعوني مزيان، ونبغي هنا فين نبغي، واش المجلس يكون مجلس ولا غير مجلس صوري كما قال واحد الاخ من الاخوه، مجلس ديال الالات المصفقه ولا الالات الانتخابيه ولا الالات التي تقول نعم. انا عندي اشكال ديال المواطن، وانا غنقول لكم وغنتحمل المسؤوليه ديالي كامل. هذا مواطن يفند ديك الهضره اللي تنقولوا كاملين بان الناس ديال فاس تيديو لنا المشاريع الاستثمارات، الناس ديال فاس تيديو لنا الاستثمارات. هذا شاب فاسي تيفند هاد الهضره وتيجيب استثمار لمدينه مكناس، واستثمار في مدينه مكناس، ميدان اللي مدينه مكناس محتاجه له هو الميدان الطبي، هو الميدان الصحي. هذا شاب باغي يفتح مركز ديال تصفيات الكيلي باش تيتواجه بالرفض.
علاش؟ على اساس ان المنطقه فين يدير المشروع ديالو منطقه ممنوع فيها اي نشاط طبي. شوفوا على قرار تخاد، شكون اللي خذا هذا القرار؟ ثلاثي برمودا، مثلث برمودا، المجلس، السلطه والوكاله الحضريه. لحد الان الوكاله الحضريه هي اللي تتحكم في كل شيء، والدليل هو ان الرد في البلاتفورم جاء بالخصوص من عند الوكاله الحضريه، دايرين دي فافورابل، ممنوع. انا غادي نشرح لكم، ممنوع. الجماعه متبعين. ممكن السيد غسيل الرئيس نكمل؟ لحقاش الجماعه. لا انا الاساس، انا شاف تنخدم المجلس كامل، ولكن اللي غادي يرد عليا هو الرئيس. مرحبا. الو، هذا الثلاثي، لاجونس اوربان، الوكاله الحضريه، واللي بان لي هي الزعيمه الكبيره، وهي اللي تدير لابلوي لو بوطو في المدينه، في هذا الميدان ديال التعمير. وان اسمح لي السيد الباشا، الاخوان في السلطه وبالخصوص في المركز ولا المكتب المكلف بالتعمير، اولا الاخوان في الجماعه مع القدرات الهائله اللي عندهم، تيوليو غير تابعين. هاد السيد تيطلب طلب واحد، ملي المنطقه على حسب التصميم التهيئه ممنوع فيها هاد النشاط، علاش يقبطوا منه الملف وعلاش يطلبوا منه بعض الاجراءات؟ يطلبوا منه لو كومودو ان كومودو، المنافع والمضار، يطلبوا له لاكور دي ريفغا، الموافقه ديال، وهادشي كله كاين. الوغ الا كانت هادشي ممنوع، علاش تخليو السيد يستمر لمده 9 شهور؟ كاري منطقه ولا كاري المكان فين غيدير هادشي؟ هذا سميتو التلاعب، وانا غنمشي بعاد من هادشي. هذا سميتو التواطؤ مع اللوبي الصحي اللي كاين في مدينه مكناس. اليوم شاب من الشبان، المجلس ديالنا بالخصوص، انا نهضر على المجلس ديالنا بالخصوص، تيحكم عليه بالاعدام. هذا طبيب وغيدير مشروع اللي المدينه محتاجه له، ماشي مشروع ديال الراحه، ديال السياحه، هذا مشروع طبي المدينه محتاجه له. ما كاينش فينا اللي تمشي لفاس، ما تمشيش لفاس يداوى. ما كاينش فينا اللي ما تمشيش الرباط يداوى. اليوم حيت جانا شاب نقبطوه ونديروه في المقلاع، نجريو عليه. بناء على قرار ظالم، اللي خداو هذا القرار خداوه ظالم. لنفرض ان هذه المنطقه من دابا 10 سنين غادي تولي اهله للسكان، انا غادي نهنيك السيد الرئيس مني كاع في نوبه. هذه المنطقه اهله بالسكان ان شاء الله من دابا 10 سنين، ما غيكونش فيها مركز طبي، ما غيكونش فيها مستشفى. اذا هادو الناس اللي قرروا في هذا التصميم التهيئه هذه النقطه، ما هما قل من السماسره الصغار، هادو سماسريه كبار، تيحددوا المسار ديال واحد الهيئه، يا اما مهنيه يا اما تعليميه يا اما صحيه، لفائده لوبي ديال الصحه. وشكرا، وبناء على هذا التدخل نعلن رفضنا لجدول الاعمال ونعلن انسحابنا من هذه الدوره.